اعرف يعني الدجل والشعوذة والسحر. ايه الدربندوخ الدربندوخ، كنا شباب وبقينا شيوخ. الجن بيتأثر بالانجيل ولا بيتأثر بالقرآن؟ يختار حاجة يتأثر بيها، مش معقولة بيتأثر بالاثنين. هو المشكلة المريض نفسه، المريض نفسه هو اللي بيتأثر، هو المقتنع بكده. إذا كان مقتنع بالإنجيل هيتأثر بيه، مقتنع بالقرآن هيتأثر بيه، لكن لا القرآن هيأثر ولا الإنجيل هيأثر. إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ القرآن الكريم تكلم عن السحر. إنه كلام فاضي خالص يعني، مش ده نصر. هو حاجات خرافية، مجرد حاجات الناس موهومة بيها أصلا مش موجودة. أيوه الناس بيعملوا سحر لبعض وكده بس. الدجل والشعوذه دي يعني دي حاجه موجوده، بس هو الاكتر السحر. طب ازاي نقضي على الظاهره دي؟ مفيش اجمل واعظم من القران. بالتعليم طبعا، بالتعليم. اشمعنى ما بنسمعش الكلام ده في اوروبا؟ ان احنا نقتل كل السحر وكل المشعوذين والحاجات دي كلها، ونعمل مثلا قانون مثلا بسجن او كده. شايف انا كده يعني مفيش حد من البوليس هيجي ناحيتك، لا بوليس ولا نيابه ولا حد من الحكومه. اقول لك حاجه وما تتحذفش يعني، قول يا باشا. ايه الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه اللي احنا عايشينها حاليا هي اللي خلقت الحاجات دي، وهتخلق فساد وسرقه ونهب وكل ما يخطر على بالك. من خلال بقى الاعلام، من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، في كذا طريقه. هو بعد عن ربنا اصلا هو السبب. القرب من الله هو الذي سيقضي على ده. انا شايفه هو التمسك بربنا هو اللي بيخلي الواحد اللي هو يبعد عن اي دجل واي شعوذه. الموضوع كله بعد عن ربنا، احنا كل ما بنبعد كل ما بنستخدم حاجات تضر نفسنا وتضر الناس ونبعد عن طريقه، فاحنا لو قربنا من ربنا الموضوع هينتهي. حطيت في موقف من المواقف دي قبل كده او سمعت حد اتحط فيها؟ انا ما اعرفش حد شخصيا مر بالموضوع ده، بس انا الناس كانوا بيحكوا لي. بس انا ملاحظ ان اتعمل لك عمل قبل كده. اتعمل لي على ايه؟ اتعمل لي رجلي فرخه. قرايبك؟ لا خالص. ولا سمعت؟ ولا سمعت. لا لا كتير. واحده قريبتنا كان بتقعد في حمام كتير وكده، وكان ساعات بيجي لها يعني حالات زي حالات سارة. في شيء جه قرا عليها وفعلا في واحده من واحده اعرفها تعمل لها عمل. كان على ايه؟ كان على موضوع جواز، ان هي تسيب خطيبها وكده. وافتكر في يوم من الايام لو حد ضايقك هتعمل له حاجه من الحاجات دي؟ لا طبعا. صراحه كنت اعرف ناس بتقوم كانت تعبانه نفسيا، عمليه نفسيه مش اكتر، دخلوا بيها بقى، شافوا شيخ وفضل يجيبهم بقى وحوارات يمين وشمال. ده معرفش عليها الكلام الفارغ اللي بسمعه له. لكن الحمد لله لما بدات تصلي وبقت كويسه والحمد لله ربنا عفى عنها. ايه شايف سبب انتشارها؟ من غير ما تزعلي الستات. عشان نقضي عليه انا شايف ان لازم الحكومه تتدخل زي ما شاء الله بتتدخل في كل حاجه يعني. اولاده كده قبل ما يناموا واقرا عليهم ايه الكرسي، ولما قاموا الصبح قرا ايه الكرسي، وجربنا هذا العلاج الذي وصفه لنا الرسول ما وصلنا الى ما وصلنا اليه. حل بسهوله يعني، هيبقى حلو من ربنا.